رجل السلام له مستقبل، يجب أن يجذب شعار اليوم الكاثوليكي 2024 جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة، ونحن بحاجة إلى أن يفعل الجميع ذلك حتى يمكن عالمنا ومجتمعنا من التحرك نحو مستقبل سلمي. مساعدة اللاجئين من الكنيسة الكاثوليكية. في السنوات الأخيرة قام عدة ملايين من الأشخاص بالرحلة الخطيرة إلى أوروبا. إنهم يبحثون عن حياة كريمة وحرية وأمن. إنما كان في السابق مجرد فكرة مجردة في نظر العديد من الأوروبيين، أصبح الآن من الممكن تجربته في الحياة اليومية. أصبح الآن ممكن في تجربة في الحياة اليومية. فنحن جزء من مجتمع عالمي له مصير مشترك. ونظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، فإن عولمة المحبة التي دعا إليها البابا فرانسيس تحدث أيضا في قلب بلدنا. إنه الرد المسيحي على عولمة اللامبالاة التي اشتكى منها البابا بشدة خلال زيارته لجزيرة لامبيدوسا للاجئين. نحن كمسيحيين لا نواجه تحديات يومنا بالخوف والاستسلام، بل بثقة يقظة والتزام فعال. لا يمكن للمسيحيين التصويت لصالح حزب الـ AfD من أجل ألمانيا. مؤتمر البيشوف الألمانية 2024. شكراً.